لا صدق، هذا صدق هذا مكان عملك يعني؟ قسما بالله، ليه ما كان شغل هذا عملي مش عملي كيك، ما نزيدش اتعمقوا في الموضوع، ما نعطيش اسراري شوية. شو رايك شوية ثاني نحكي لك على اسراري؟ اي ماكو مشكلة، يلا تمام ما احكي. راحتك انت حسيتك. اخ اخوان والله ما يمكن تشتغل بمستشفى، انتم شايفين دنيك الدكتات مال التبريد مو ولدي بس انا بالمستشفى. مستشفى سمعك تفرج. ها شوف شوف والله اخوان هاي عد... حاسوب بعته قايمت علي. والله اخوان هاي عندها شركه، نعمل مكاتب، هذا مكتب وذاك مكتب. شوف 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 واحنا عبالنا بس صاحبه لايف طلعت عندها شركه. هو تضحك انت غادي سامحني يا عجبك شي طاول بنيت مش وقت ضحك، راه كمانديت مكبسه كيكه. ظلت تصيح عليها احسن احسن، هي ذيك ما تجوز كل ساعه تحكي اسكتي بقى. وان بيرسون اسمعوا لي، عندكمش حاجه عاليه؟ لا عالية مش نحطها فوق الطاولة. ديبور هذا؟ ديبور هذا؟ شبيك؟ شبيك؟ حلو، علمتها اللهجة العراقية وعلمتني اللهجة التونسية. راح تصير خربطة بالإعدادات. خلص حلي حلي الطاولة ذيك الحين. ها؟ فما شكون شي يجي؟ أنا جي 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 علاش ما نبطاش؟ علاش ما نبطاش؟ نكعو في الشغلة الأربعة ونص توا يروحوا هاي. إي اصبري استني شوية استني. إي الخمسة نروحوا ما الخمسة نروحوا. وين حلك هنا؟ الساعة خمسة خلص الشغل. مدام أميلي ما تتحطش الطاولة هنا؟ تتحط حطها هنا. صراحة وانا ادعو يدخل عليهم وبالشغل ينزلهم، ادعو كون يدخل عليهم كون يدخل عليهم وبالشغل. يا محلية برفانتك انس. يلا راح يجي صاحب المكان، راح يجي صاحب المكان ويقول لك ضحى شو عليك صاحب المكان صحابي انا وياه. ضحى شو بتعملي؟ عايفة الشغل ويقعد يحكي. جي 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 جي. انتوا ما عرفتوش انا وين يا جماعة؟ بالمستشفى. الحمد لله. عادي خليكم كيك تاخذوا غصتكم. تلفزة، أنا تلفزة بتاعكم. شنو؟ شلون؟ شبيك شبيك شبيك؟ شبيك التشبيك؟ شلون جاي نقول لك شلون؟ أنت تو شنو؟ أنت تو قمت؟ سجيت؟ ها؟ أنت تو قمت؟ أنت تو قمت شنو؟ نظور ارحب. ايه بالليل ابث نظور جبال. مش راح تفوز السجاد راك. بالليل افوز بالليل غدوة. انا في النهار في الليل في الصباح متى ما بدك ابعث لي رساله قول لي اصح بصوره بلعب معاك وفوز عليك. تهديد هذا تهديد اخوان، جاي تهددني تهديد مباشر، جاي تهايط. وين الشنبات؟ وين الرجال؟ وين الشيبات اخوان؟ ترى والله العظيم بذيب ناكلها ذيب. وائل وائل متى ظل في دبي؟ انا بجي بعد اسبوع لدبي. ماشي جمعة جاك ها؟ لازم لازم. شبيك؟ تخزرك؟ بني بني علم 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 تونس يمكن احمر مو اخوان علم تونس؟ اي والله علم تونس شلون علم تركيا هيك وبيه مو؟ لا النجمه احنا لداخل وتركيا النجمه لبرا. ايه ايه صح نفس العلم.
نفس العالم بالضبط. بنية من تونس كتبت لي محلاك يا سجاد داعمة ليفل 44 وحاطة علم تونس، يا رب داعمة من تونس. داعمة ليفل 44 تونسية؟ اي مين ترى؟ كل واحد شي عندي لحظة ما اعرف خوان. جحفلي جحفلي عاد قلتي محلاك بتنصب علي ولا ايه؟ ايه ده لوبي يا عمري يا لوبي سجاد برا بيسهل عليك برا. لا فوز عادي صغير. شوف فيها شوف فيها قاعده تعمل بحفله، قاعده تعمل بحفله واخذه كاس مع واحد تقول نخبك هيك وني. والله تمنيت روحي انا. شو الاجواء عندك ضحى؟ ما كلمت هي ما كلمتهاش ما سالتش عليها؟ لا ما فيش بينه وبينها تواصل. والله؟ ايه ليه عاد ما تبين لهاش اللي انت مصلحه على الدرجه عاد؟ مش هي اللي عندها فيها مصلحه عشان عندي فيها مصلحه عادي. انت صحابتي وياها تسال عليها تطمن عليها؟ شو مصلحه هذه تتواصلوا مع بعض كان في السوشيال ميديا؟ ما بضحى نسالك سؤال، لما انت تحكي مع كانيت تحكوا في الخاص صح؟ نحكوا وين؟ باي لما تحكوا مكالمه كيف تترجموا؟ فهمتي؟ باي اول حاجه نحكي رسائل الاكثريه، ثالث حاجه شو الترجمه؟ فما مترجم ترجم المكالمه كيف تترجموا؟ نعطيك تطبيق هبطوا في تليفونك وخلي هي تهبطوا الكتيبه تكتبها انت بالعربي توصل لها هي مترجمه. عارف عندي حتى انا يوصل مترجم في نفس الوقت من غير ما تقعد تترجم راه. من غير ترجم وانسخ والصق تكتب بالعربي وتكبس هيك توصل مترجمه. با هذا كويس. باي نبي في المكالمه يا ضحى، انا نظامي نكلم ونتودود عقاب الليل وني تودود هذيك حاجه اخرى. ما ضروري خليك باي لو بنسالها مثلا شو لاب كيف نقول لها يعني قصدي مكالمه ضحى نبي نحكي معها نقول لها شو لابسه نسال منها ندرس معها مكالمه ضحى قصدي يعني ما مشات كلها. والله كيكه صعيب فضل لازمك تقرا اسبانيول. قريت اسبانيول؟ وين المعهد اللي خشيتي فيه؟ ما قريتش اسبانيول انا ما قريتش اسبانيول. بس حقيقه الاوتفيت خيال. والله انت ما شاء الله عندك سرعه انك تحكي في 10 مواضيع في نفس الوقت. والله عندك سرعه انك اسمع والله انا ما نبيش نلعب جوله ولا شيء يعني بس شنو بتكلم معك هيك وبنعدي. انا فتحت اللايف بس تكلمت في مواضيع هيك مهم كان وبعد سكرت. بتفتحي لايف بعدين؟ بتبيعه. اليوم نديره هذيك. اي تمام. حتى انا مش نفتح بكير اليوم. بتش تفتح انت بكير؟ اسمع نفتحه الساعة 12 بتوقيت الساعة 11 بتوقيت تونس انت. نفتحه بكري نفتحه بكري ونقفله الفجر وبعدها نفتحه بتوقيت اسبانيا مع الناس هذوك. اوكي قولي والله. والله خلاص تم اتفقنا. اسمعي جاهزي لي المنيو. المنيو يعني الجستات. انت عارفه المترجم ان شاء الله بعون الله حيكون المنيو كله سهريات اليوم البارح لقيتها منزله ستوري على الانستغرام وحدك نخبك. والله لقيتها مبسوطه ما بدش نقلق عليها. انت كنت تشوف اللي ورا؟ شوف شنو؟ اللي ورا الكاميرا اللي مش قاعد يتصور. والله حياتك وش تعمل كل واحد يعني كويسه ما عندناش الاوفر هم اوفر حقيقه اوفر بزياده. والله يعطيك الصحة ملاح يا حبيبي يا اخويا بيج لاف لك يا براذر. عموما اعتذرتي؟ انا تو كنت جايب باقة ورد وجاي نعتذر والله. قلت له انا جاي نعتذر والف الف 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 مبروك ربحت الاصبع عندك ما تربح معي. قلت انا اسف شيلي وجهك هيك والله شيلي وجهك هيك شيلي وجهك هيك ودي يسكت ايش بوجهك شيلي وجهك هيك ها وجهي الحقيقي ياها زي الزفت. والله العظيم حقيقه ثانيه تو ما يفهموش علي الاسباني اني انا قاعد تو نتنمر عليك.
لا لا اسكت، ما تقولهاش الكلمه يفهموا عليك العرب وتتنمر براسك وتتبندوا في زوز. انا ضين قطاع يا را كهرباء، اقسم بدين الله زي زفت يا رجل. انا ما خلصتش فواتير الكهرباء والله. عليه ما ما انا احبش نخلص فواتير الكهرباء. هو اعتذاري انا صبيح اعتذرت. اعتذرتي والله حتى انا بنعتذر والله توا بنعتذر شغلين لحن بنعتذر عليه. ما خلاليش بابا، ما خلاليش بابا. أغنية مغربية ولا جزائرية؟ جزائرية تحيل شغل. أيوه عارف حقيقة أني ضايق جدا الموضوع اللي ساير متاع الفتنة هذا، وربي أكثر حد تضرر أنا يا ضحى، والله يا ضحى أكثر حد تضرر أنا ومانيش مستفيد ولا حاجة وربي. يعني مثلا مانيش مستفيد شيء انا، يعني مثلا تو كلهم من حقه هذا يدافع على هذا وهذا من حقه يدافع، يعني الشباب كلهم ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم، انا مش مستفيد ولا حاجه، انا متضرر بس، انا انسان قاعد متضرر بس حاطين لي بوجه المدفع، انا ساب وانا عامل وانا 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 ولا شيء من هذا كله. كلنا متضررين فضل بزياده. انت متخيل ان على اساس فضل سب السعوديه، على اساس فضل سب الجزائر، فضل سب الامارات، يو انتم متخيلين ان معلش فاقش، خلينا نحكي بكل صوره واضحه، يعني كانت العلاقات جدا كويسه، يوم اللي نحن انا يوم اللي تمشكلت صارت مشكله خلاف بسيط بيني وبين كريم، طلعوا فضل انه هو سب السعوديه، وطلعوا فضل انه هو سب الجزائر، وطلعوا فضل انه هو اساء للامارات، يعني هذم كلهم هذن الثلاثه طلع عن امتى؟ لما انا تمشكلت مع كريم. ليش ما طلع من قبل؟ لي سنه بث في البرنامج، لي سنه بث في البرنامج، ما فيش ولا دوله شكت مني. مشكلتك انه طلعوا، انت مشكلتك انه طلعوا، شن انت مشكلتك انه طلعوا كلام والناس تصدق ضحى، الناس تصدق. انا معلش في يوم من الايام ضحى، انت في يوم من الايام معلش ضحى، انت في يوم من الايام عملتي مشكله، صارت مشكله بينك، خلاف بينك وبين الكندر، فطلع اشاعات بانه ضحى على اساس انها هي تسيء ليبيا، فدخلوا ناس شتموك وانت ما اسات ليبيا، في ناس تمشي مع الاقاويل، في ناس لما انا نطلع بلايف نقول نقول انا تو مشي ضحى نجي مشتمت الاردن هي هيك الحكايه ماشيه، الناس تصدق. بس حبيبي انا نحكي والله عزيزي المشاهد قبل ما انت تحكم علي اي شيء، عدي شوف 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 اسمع شوف تفرج ابحث، لما تسمع اشاعه ان ضحى سبت ليبيا عادي ابحث على الفيديو اللي ضحى سبت فيه ليبيا، فلو لقيته اتصرف، لو ما لقيتهاش ما تتصرفش ما تدير شيء. هذا هو اللي قاعد يصير. ما تقراش العنوان من برا، ما تقراش العنوان من برا، يعني عادي جدا العناوين من برا نشوف فين على فيديوهات ناس الرجال وهم والله نعرفهم اللي مطبسين على الوطاء في التفقيس اكثر من السجود يا رجل، قصدي عارفين بعضنا كويس. عزيزي المشاهد انت راك لي تحكم في الموضوع هذا، الاجواء اللي يعملوا فينا ذين كلن عشان خاطرك انت، عشان يكسبوك انت كفانز ويكسبوك انك انت كفيوز وكمشاهد فقط لا غير. والله ديروا بالكم ديروا بالكم ديروا بالكم، اياكم والفتنه اياكم 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 والفتنه، والله يضع كله حتى حاسبوا عليه يوم بكره، انا مستعد نتحاسب على اي حاجه الا على شيء يضع، ما تحاسبش انا حقيقه على الفتنه ماليش علاقه فيها. غلط ضحى تقدر من بكره تدير فيديو، ولما انا عملت فيديو انا واحد من الناس لما قلت مثلا ما يقلقنيش رمضان نفطر نهار الاول نهار عادي ترند هو اصلا طالع، فتقدر تروح تاخذ الفيديو هذا تدير له سكرين وتقلب تأجج علي الراي العام التونسي كله على انه فضل يتنمر قاعد علي تونس سهل. انا نقدر نفس الشيء نتعامل بالقذارة هذه، بس هذا وتر سخيف، هذا وتر نسائي يا حبيبي فضل. انا اقسم بالله كنت مستنى باش يطلع لايف ويقول انا مش موجود في الجروب وانا ما عندي حتى دخل، انصدمت انه طلع بالرسمي وراء انه تفكير يحب يسكر لنا حساباتنا. بكل والله بكل صوره هكي بكل صوره انا صحيح اقسم بدين الله. انا كنت من الاخر لحظه انا اتحداكم تجيبوني انا قاعد في جروب وقاعد في مكالمه مثلا جماعيه وقاعد في مكالمه، ولا قاعد مثلا في جروب ونقول يلا سكروا حساب فلان ويلا بلغوا علي فلان، اتحداكم انا تجيبوا لي تو فيديو اني ناقل فيه الكلام هذا، ما قلتش انا ابدا الكلام هذا ولا ضحى قالت الكلام هذا ولا عبسي، مستحيل نعمل مشاكل قطع العناق ولا قطع الارزاق، انا ندير معاك الاثنين وخساره فيك الاثنين على فكره، قطع العناق والارزاق. غلط اللي قاعد يصير غلط، حاولنا اكثر من مره ان احنا نهدوا الموضوع حقيقه.
في اشياء كثيره وعديده نحن ما تكلمناش عليها وما زلنا نتجنبه. كريم حبيبي انت في طريق ونحن في طريق، عادي جدا بتحاول انك انت تعادينا. تخيل انت رغم عاش تعادي، عارف في من، مش في فضل بروحه ولا في ضحى بروحه ولا ملاحي، مستحيل ضحى بتكون غالطه، يعني فضل غلط، ملاحي غلط، عبسي غلط، بلانا غلط، يمان غلط، ابو اسماعيل غلط، الكندر غلط، هذوم كلهم غلطين وانت صح يا المهدي المنتظر على اساس انك، مستحيل يا حبيبي مستحيل هذوم كلهم بجمهورهم بمتابعينهم انهم هذوم 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 وبفينهم ما فيهم هذوم كلهم وسعد على اساس انهم هذوم كلهم غلطين في حقك وغيرين منك، ما غيرك كانوا داعمين وكانوا ناس قوا، كان قعيط قبله وما صارش معاه الشيء هذا، ليش؟ كان قبلها سعود القحطاني ما صارش معاه الشيء هذا، كان قبلها راجو ما صارش معاه الشيء هذا، كان قبلها فيك كثير والكثير ما صارش معاه الشيء هذا، ليش نحن بنغاروا منك انت يا حبيبي؟ ليش بنغاروا منك يا حبيبي؟ انت لقي تاكل بغار منك ليش الزف؟ فيش حد يغار منك، راه انا واحد من الناس مجالي مش نفس مجالك، راه نحن صح ممكن يجمعنا لايف ان احنا نبثه، لكن انا نطلع مع ضحى، نطلع مع شخصيات ثانيه، نضحك، نلعب اغلب شيء، نلعب جوله واحده في اليوم بس، كان الله يبقى الله. بس انت يعني مجالي مش نفس مجالك، انا ليش بغار منك؟ ضحى ليش بتغار منك؟ ضحى قاعده، ضحى قاعده في سايفر ثاني في امريكا اللاتينيه، قريب يسموها ضحى نيتو، قريب تقرب رونالدينيو تقعد يا اخي، خلاص عدت في قارة ثانية والله، كاسو هني والله عدت قارة ثانية، ليش بيغاروا منك يا حبيبي؟ ليش بتغار منك ضحى يعني؟ مفهمتش يعني، ترسم في الايلاينر خير منها؟ مش حتغار منك يا حبيبي اذا ما تزعمليش كبدي يا كريم اذا ما عنديش عيش غار منك، عادي نام ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي يكتب لك اللي فيه الخير، بس ركز على عقلك، حاول انك انت تفكر، معقول اظن كلهم غلطين وانت صح؟ معقولة؟ عيب 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 عليك، وشوف مين اللي قاعد في صفك، يعني أرخص الناس راح حقيقة أقولها لك صريحة، أرخص الناس اللي ينشروا بالمال، وما ينشروا بالمال غير البهايم يا حبيبي، أغلب اللي قاعدين جنبك رام هم هضوم اللي انت شريتهم بالمال، أسد أسدين هضوم اللي شريتهم انت، بس ليش ما شريتش حد عليه القيمة؟ لأن اللي عليه القيمة ما ينشرش بالفلوس ولا ينعرض للبيع يا حبيبي. فهمتوا عليا؟ حكيت لك انا بحسابي الاول، حكيت لك بالثاني، نقفل اللايف هذا، نقفل حساب ثاني، قاعد نحكي لك، يا ريت تفهم، يا ريت توصلك الفكره. ماشي ماشي.